خاطر احنا ديما راهو نقولوا الديمقراطيه في الفضاء العام مرتبطه برشا بالديمقراطيه في الفضاء الخاص. الفضاء العام والفضاء الخاص مترابطين، اذا ما عندكش ديمقراطيه في الفضاء العام راهو ما عندكش ديمقراطيه في الفضاء الخاص، وكيف كيف زاد اذا كان ما فماش علاقات متساويه ومترابطه داخل الفضاء العام راهو باش ينعكس على الفضاء الخاص، ينعكس على الفضاء العام. دونك الترابط ما بين الفضائين حاولنا نبرزوه كحركه نسويه، ما كانش ديما ساهل. صافي في ساقنا روحنا بالتصادم، تخلقنا بصفه رسميه عام 79 عام 89، لكن التصادم بدا بسرعه، بدا نحكي على العنف المسلط على النساء اللي اشتغلت عليه الجمعيه التونسيه نساء ديمقراطيه برشا، في اطار معناتها مرافقه وحمايه النساء ضحايا العنف، نلقاو روحنا ديما في تصادم مع الدوله. معناتها التصادم ما يصيرش بركه وقت اللي تدافع على الحريات، حتى كيف ترافق امراه ضحيه عنف تلقى روحك تتصادم مع اجهزه الدوله اللي هي لا ديمقراطيه واللي هي ما تحترمش حقوق الانسان واللي هي ما تحترمش حقوق معناتها الانسان بصفه عامه.